يحكى أنه كان جحا يعيش حياة بسيطة بعيدا عن المكر والخداع وجبروت الولاة والسلاطين، يقضي معظم أيامه في السوق مع حماره، مرة يحمل به للناس متاعهم، ومرة يبيع عليه الخضر، ومرة يبيع الماء، وهكذا كان نشيطا ومسرورا بحياته. استمرت حالته على تلك الحال حتى ابتلاه الله بجار مزعج، فقرر أن يترك بلاده ليسافر إلى بلاد أخرى، فقام ببيع داره وحماره، ثم سافر مع زوجته إلى بلاد لا يعرف عنها شيئا. اكترى منزلا متواضعا، وفي صباح اليوم التالي خرج يبحث عن عمل فلم يجد شيئا، وكان أن صادف أن تلك البلدة التي اختارها ليعيش فيها بقية حياته يحكمها وال من أشح الناس وأبخلهم، وكان هذا الوالي مع بخله بغيضا، لا يألفه الناس ولا يحبونه ولا يطيقون معاشرته. عاش جحا مدة من الزمن يعمل في السوق حتى صار معروفا لدى الناس جميعا بدهائه وحنكته، فسمع الوالي به فأرسل إليه يدعوه إلى قصره. تنهد جحا وقال في نفسه: يا الله، فررنا من السلطان الطاغية وها أنا أستدعى من قبل الوالي، لا أدري ماذا يريد ولماذا يدعوني. فلما حضر إليه استقبله الوالي استقبالا حارا، فانفرجت كربة من نفس جحا وقال: الحمد لله خير إن شاء الله. فدار بينهما الحديث طويلا، وأعجب الوالي بحديث جحا كثيرا، وقال له: أنت الآن يا جحا ستكون سميري في كل ليلة. وفي كل ليلة كان يرسل إلى جحا لكي يؤانسه ويضاحكه، لكن جحا كان يهرب منه أو يختفي عند أحد الجيران، لأنه كان يبقى مع هذا الوالي طوال الليل يحدثه ويضحكه دون أن يجد في ختام الليلة لقمة يشبع بها بطنه الجائع أو درهما يشتري به شيئا لأبنائه. علم هذا الوالي بمرور الأيام أن جحا يهرب من لقائه ويختلق الأعذار حتى لا يحضر مجلسه، فكان يرسل إليه جنوده ويكلفهم إحضاره حتى لو كان في باطن الأرض أو في عنان السماء. فكان جحا في جهد جهيد وبلاء وبيل من جراء هذه المأساة التي هبطت على رأسه بسبب هذا الوالي. وذات مساء أحضر الجنود جحا إلى الوالي فقال: لقد بلغني أنك تهرب من لقائي ولا تحب مجلسي. رد جحا قائلا: ومن من الناس يكره لقاءك يا مولاي؟ إنه لقاء الروح. انتهز الوالي هذه الفرصة وقال: إذا كنت جادا فقد حل موسم الحج، وأنا أريد منك أن تسافر معي حتى أستأنس بك، ولا تنس أن موسم الحج موسم بر وفضل. تنحنح جحا وأحس أنه قد تورط، فحاول الاعتذار قائلا: بأبي أنت وأمي يا مولاي، أنا عليل وليس في نية الحج هذا الموسم. ثم أضاف: وكن على ثقة أن قلوبنا معك. تغير وجه الوالي وبدا الشر في عينيه وقال مهددا: أقسم بالله لئن لم تأت معي لأودعنك الحبس حتى أرجع. كان الحبس بالنسبة لجحا أفضل من صحبة هذا الوالي البغيض البخيل، لكنه خاف أن تتطور هذه العقوبة إلى ما هو أسوأ، خاصة أن هذا الوالي كان مشهورا بالرعونة والتسرع. فوافق جحا مضطرا على الخروج مع هذا الوالي، وسافر معه مكرها، وطفرت من عينيه دمعة وقال في صوت لا يسمعه أحد: هلاك نفسي في صحبة هذا الوالي البغيض، وهلاك جسمي في الحبس، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الطريق دار حوار طويل بين الوالي وجحا، كان جحا يجيب على مضض بينما الوالي يسترسل في أسئلته دون انقطاع. سأل الوالي جحا: كيف ترى أهل هذا الزمان يا جحا؟ وفي حذق ودهاء رد جحا: والله إن أمرهم لعجب، يسألونني عن أحاديث الملوك ويعطونني عطاء العبيد. ابتسم الوالي ابتسامة حمقاء ومضى يسأل جحا أسئلة ثقيلة لا معنى لها. قال الوالي: يا جحا، هل رأيت أحدا أطمع منك؟ أجاب جحا ساخرا: نعم،
رأيت كلبا يتبعني 4 أميال وأنا أمضغ اللبان ظنا منه أنه سيعثر على شيء في نهاية الأمر. كانت أسئلة الوالي لجحا من هذا النوع المستفز التي لا تعني سوى الاستخفاف وعدم الاكتراث بمشاعره، مما يسبب إيذاء لنفسه، لكنه كان يقضم غيظه ويسكت رغما عنه. وصل الوالي وجحا إلى المدينة المنورة، وطوال الطريق لم يكن جحا قد تناول لقمة يسد بها رمقه، وبلغ به الجوع مبلغه حتى لم يعد قادرا على الوقوف على قدميه، فالتفت إلى الوالي قائلا: هيا ابعث خادمك ليحضر لنا الطعام، فلم تعد لدي القدرة على تحمل الجوع. ابتسم الوالي وقال: إنني صائم اليوم يا جحا، فإن أردت أن أبعث الخادم ليحضر لك الطعام فعلت. لكن جحا قال في نفسه: لا شك أن الطعام الذي سيحضره لي الخادم سيكون خبزا جافا وبعضا من الملح، لكن لا بأس من الانتظار حتى آكل مع الوالي بعد المغرب، فسيكون طعامه فاخرا. نظر الوالي إلى جحا فوجده شارد الذهن، فسأله: علام شرودك يا جحا، ألا يرضيك أن آتيك بالطعام؟ لكن جحا بالرغم ما به من تعب أجاب: إنني أفضل أن آكل معك بدلا من أن يأكل كل منا بمفرده. ضحك الوالي ثم ربط على كتف جحا وقال: لا بأس، ولكني سأدخل حجرتي لكي أستريح قليلا من عناء السفر. ثم دخل الوالي حجرته وأغلق على نفسه الباب، وراح يلتهم أنواع الطعام واللحم والفواكه التي كان خادمه قد أعدها له. مر الوقت بطيئا على جحا، فقد مزق الجوع كبده، ولم يكد وقت المغرب يحين حتى أخذ يبحث عن الوالي في كل مكان في البيت، لكنه لم يجد له أثرا، ووجد الخادم وهو يناوله رغيفين يابسين وقطعة جبن قد أكل منها الدهر وشرب. تعجب جحا وقال: وأين سيدك الوالي؟ فأجاب الخادم: لقد تناول طعامه منذ الظهر، وأمرني أن أعطيك هذا الطعام لكي تتغلب به على جوعك. ولم يجد جحا أمامه سوى أن يأكل هذين الرغيفين، وإلا نام طاويا. مرت الليلة على جحا وهو في شر حال، ولما أصبح عاتب الوالي على صنيعه، لكن الوالي اكتفى بكلمات اعتذار باردة وقال: معذرة يا جحا، فقد كنت متعبا وكانت لي رخصة في الإفطار، ولم أشأ أن أزعجك فقد حسبتك نائما. ثم التفت إلى خادمه وناوله 4 دراهم وقال: اشتري بهذه الدراهم لحما مشويا لكي نعوض جحا عن الليلة الماضية. ابتسم جحا ابتسامة عريضة وقال لنفسه: أخيرا ستذوق اللحم والمرق يا جحا، لقد ضحكت لك الأيام يا جحا. عاد الخادم وهو يحمل الشواء ووضعه أمام الوالي الذي راح يلتهم الطعام اتهاما دون أن يلتفت إلى جحا أو يدعوه إلى الطعام. ولما أتى على كل الشواء ولم يبق سوى المرق وبعض كسرات الخبز، التفت إلى جحا وتظاهر بالدهشة وقال: صدقني يا جحا، لم أشعر بوجودك إلا في هذه اللحظة، لماذا لم تنبهني؟ ثم أضاف قائلا: على أي حال فقد بقي لك الشيء الكثير، يا لك من إنسان محظوظ. ولأن جحا كان أكثر جوعا من الأمس، فقد أقبل على الطعام إقبال المحروم الجائع، وراح يغمس الخبز اليابس في مرق الشواء الذي تبقى في القدر. أخرج الوالي حبات من الفاكهة وراح يأكلها، وجحا ينظر إليه، وفي النهاية ناول جحا بعض حبات من اللوز الذي كانت قشرته سميكة إلى حد كبير. وضع جحا حبة اللوز تحت ضرسه
وحاول أن يكسر قشرتها عسى أن يظفر بما بداخلها، لكن ضرسه الذي اعتاد أن يكسر به أقوى الأشياء تفتت وتحول إلى ذرات من الرمل سقطت في فمه. حاول جحا أن يعثر على حجر يكسر به حبة اللوز، وبعد جهد وجد حجرا على بعد كبير، ولما حاول أن يكسرها بالحجر قفزت حبة اللوز بعيدا. بينما كان جحا يبحث عن حبة اللوز، إذ أبصر جماعة من أصدقائه الأعزاء الذين تعرف عليهم في السوق، فأحس بأن الله تعالى قد أرسلهم نجدة له لكي ينقذوه من هذه الكارثة. ولم يكد جحا يقترب منهم حتى صاح بهم: الغوث الغوثة، الحقوني، أدركوني. كان وجه جحا الأصفر يوحي بالإعياء الشديد، فقال الأصحاب في تأثر: ما بك يا جحا؟ وما الذي أصابك؟ رد جحا مستنجدا: بالله عليكم خذوني معكم، وبذلك تخلصونني من الموت، وسأقص عليكم قصتي فيما بعد. حمل الأصدقاء جحا معهم، وبمجرد أن ابتعدوا عن المكان أخذ جحا يرفرف بيديه كما يفعل الفرخ إذا طلب الزق من أبويه، فقالوا: ما لك يا رجل؟ ويلك. فقال جحا: ليس هذا وقت الحديث، أطعموني مما معكم، فقد هلكت جوعا منذ 3 أيام. وضع الأصدقاء الطعام أمام جحا فراح يأكل بنهم شديد كما يفعل المحروم، ثم قص عليهم ما حدث معه مع هذا الوالي البغيض، وأراهم ضرسه المكسور جراء محاولته كسر اللوز، فراحوا يضحكون ويصفقون بأيديهم ويقولون: إن هذا الرجل من أبخل خلق الله، فكيف وقعت في يده؟ أقسم جحا أنه لن يدخل المدينة ما دام لهذا الوالي سلطان بها، ثم انصرف عائدا إلى بيته وقص القصة على زوجته. ولم يكد جحا يضع رأسه على السرير حتى سمع دقا على الباب، وإذا به رسول من قبل الوالي يقول له: إن سيدي الوالي يريدك حالا، فقد أعجبته مرافقتك له في رحلة الحج، فقرر أن يصطحبك معه في رحلة طويلة إلى الهند ثم إلى جبال الكركردال. لم يتم الرسول كلامه حتى راح جحا في غيبوبة وهو يتمتم قائلا: ما كنت أحسب أن أحيا إلى زمن أساق فيه إلى الكركردال. فصاحت زوجته: يا ويلي، إن زوجي مات. سمع الجنود صياح المرأة فدخلوا المنزل، فرأوا جحا مغشيا عليه تماما، وذهبوا إلى الوالي وأخبروه بذلك. استفاق جحا من غيبوبته فأسرع إلى أمتعته وجمعها ونادى زوجته: سنرحل الآن من هذه البلدة المشؤومة. قالت الزوجة: وإلى أين الوجهة يا جحا؟ رد عليها جحا: أرض الله واسعة، المهم أن نبتعد عن هذا الوالي البخيل. ترك جحا البلدة هو وزوجته باحثين عن مكان آخر ملائم للعيش بعيدا عن ملاصقة الولاة والسلاطين. انضم إلى قافلة متجهة نحو الشام. وصلوا وجهتهم وكالعادة بلدة أخرى غير تلك البلاد، وناس آخرون لا يعرفونه ولا يعرفهم. اكترى منزلا وأخذ يبحث عن عمل، فأشارت عليه زوجته أن يشتري حمارا ليعمل به، وكذلك أراد أن يفعل. وفي صباح اليوم التالي ذهب إلى السوق، توقف عند حمار أعجبه وقال لصاحبه بعد جدال على الثمن: هذا كل ما معي الآن، فإما أن تبيعني الحمار أو أنصرف لحالي. أخيرا وافق الرجل ومشى جحا يجر الحمار خلفه، فرآه اثنان من اللصوص فاتفق على سرقة الحمار. تسلل أحدهما بخفة وفك الحبل من رقبة الحمار دون أن يشعر جحا بشيء، وربط رقبته هو بالحبل، وكل ذلك وجحا لا يشعر بما يجري. مشى اللص خلف جحا
بينما اللص الآخر يفر بالحمار، وكان المارة من الناس يرون ذلك ويتعجبون لهذا المنظر ويضحكون، وجحا يتعجب في نفسه ويقول لعل تعجبهم وضحكهم هذا يرجع إلى أنهم معجبون بحماري. لما وصل جحا إلى البيت التفت خلفه إلى الحمار، فرأى الرجل والحبل في رقبته فتعجب من أمره وقال له إيهن من أنت؟ فتوقف اللص باكيا وأخذ يمسح دموعه قائلا يا سيدي أنا رجل جاهل أغضبت أمي. قال جحا ثم ماذا؟ قال اللص فدعت أمي علي وطلبت من الله أن يمسخني حمارا، فاستجاب الله دعاءها، ولما رأى أخي الكبير ذلك أراد أن يتخلص مني فعرضني في السوق للبيع، وجئت أنت تشتريني وببركتك وبفضولك رجعت إنسانا كما كنت. وأخذ اللص يقبل يد جحا داعيا شاكرا، فصدقه جحا وأطلقه بعد أن نصحه بأن يطيع أمه ويطلب منها الصفح والدعاء. في اليوم التالي توجه جحا إلى السوق ليشتري حمارا آخر، فرأى الحمار نفسه فعرفه، واقترب جحا من الحمار وهمس في أذنه قائلا يظهر أنك لم تسمع كلامي وأغضبت أمك مرة ثانية، والله لن أشتريك أبدا. وفي اليوم الموالي أشارت عليه زوجته أن يشتري ماعزة يستمتع بلينها طازجا أو رائبا، أو يحضرون منه جبنا لذيذا لبيعه في السوق. راقت الفكرة لجحا فانطلق إلى السوق مؤتزرا بجراب نقوده، وكان اليوم أربعاء والسوق تعج بالتجار على اختلاف بصائعهم، خضروات وفواكه وقماش وأحذيات وبكارج وطناجر وحلويات وفطائر وجمال وخراف ومعز. وفي زحمة المتسوقين اختار جحا تاجرا توسم فيه الأمانة، فعرض عليه هذا معزاة سمينة مؤصلة وحدد له سعرها. ملس جحا ذقنه وراح يتأمل المعزاة متمتمة، لقد كان جاهلا بأمور المعز وما كان لديه من سبب ليرتاب بالتاجر. وهنا قاطع التاجر تمتمته قائلا فكر على مهلك يا صاح، فلا داعي للتسرع. وفيما كان جحا يناقش التاجر كان يراقبه باهتمام ثلاثة رجال تبدو عليهم معالم الشراسة. كان الرجال يتسكعون حول فاكهان قريب يأكلون العنب ويتفلون بدوره، أحدهم طويل نحيل بارز عظام الوجه تتدلى عليه، ثيابه كالغسيل الرطب، وثانيهم بدين غليظ الشاربين، والثالث قليل النزق من فكت عيناه ترقبان السوق ببريق حاد. وكان النحيل منهم يمسك بيده حبلا ربطت في نهايته ماعزة هرمة عجماء بيدية عظامها تحت إهابها الأبقع، فلكأنها مثال البؤس والتعاسة وسوء المزاج. وبينما كان جحا قائما يملس ذقنه ويتفكس المعزات الممتازة التي عرضها عليه التاجر الأمين، سمع صفير الرجل النرق بست بست محاولا اجتلاب انتباهه، فتلفت جحا نحو الرجال الثلاثة الذين ابتسموا له بغاية الاستلطاف ولوحوا له أن يتقدم وينضم إليهم. وبدر النزق منهم جحا هامسا عليك أن تتوخى الحذر فيما تشتري، تلك المعز هناك تبدو جيدة في الظاهر فقط، الماعزة لا يحكم عليها بمظهرها. وتدخل البدين من الرجال مكملا ثم إنها غالية الثمن مسمنة على الحبوب للسوق وإطعامها باهظ التكلفة. وأضاف النحيل قائلا وهي شحيحة اللبن، بل وينقطع لبنها في بضعة أيام، إنها لا تصلح إلا للطبخ. وبصوت واحد انضم ثلاثتهم يقولون بحماس ظاهر هذا لا يجوز، إنه الغش بعينه، إنها جريمة. وبعد هدأة استهجانهم ذاك أضاف نزقهم دالا على ماعزتهم بإشارة رشيقة من يده قائلا نحن نعرف مبتغاك، فليس لك خير من هذه الماعزة،
وتدخل النحيل مقاطعة حين توقفت الماعزة الهزيلة عن مضغ سويقات من القش وراحت تحدق حواليها بأسى ليقول: إنها لا تبدو رائعة كما ينبغي، لكن ليس من الحكمة الحكم على الأمور بظواهرها. وهنا انضم البدين إلى الحديث متابعا: إن كنت تبتغي من المعز اللبن فهذه معزتك ولا غير. وعاد النزق يكمل حديثه قائلا: إنما نقوله ثلاثتنا لا نتوخى منه سوى مصلحتك، فنحن نشعر معك لأنا مثلك من غير أهل الثراء، ويعز علينا أن نراك تهدر دراهمك. وأكملوا ثلاثتهم الكلام قائلين: هذه الماعزة لقطة، فلسنا نحقق في مبيعها لك أي ربح، فلكأننا في واقع الأمر نعطيكها تقدمة. وهكذا نجح المخاتلون الثلاثة في بيع ماعزتهم العجفاء إلى جحا، وعاد بها هذا إلى منزله. وما إن رأت زوجة جحا الماعزة التي ابتاعها زوجها حتى صاحت به: ما هذا الذي جئت به؟ هل حقا اشتريت هذه المعز ودفعت فيها مالا؟ أين عقلك يا رجل؟ فطمأنها جحا إلى أن الماعزة رغم مظهرها رائعة حقا، وأنه أخذ من التجار الثلاثة كلمة شرف بذلك، وراح يحدثها بسذاجته المعهودة قصته معهم كاملة. ولم يمض طويل وقت حتى تحقق جحا من أنه كان ضحية سهلة لمخاتلة التجار الثلاثة، فالماعزة العجوز ما درت ولا بنقطة لبن، بل لقد كانت مصدر إزعاج لا يطاق، مرة تأكل الغسيل المنشور ومرارا تقلق راحة الجميع بثغائها الليل بطوله. وحينما أقدمت على عض حماة جحا في كاحلها صار لابد من التخلص منها، ولا تزال المصائب تتوالى على جحا وزوجته. فقرر أن يبدل من سلوكه الساذج، وأن هؤلاء البشر لا يصلح معهم إلا الحيل. وفي اليوم التالي رسن جحا ماعزته وجرها خلفه إلى السوق بحثا عن التجار الثلاثة، وكان قد دبر خطة للإيقاع بهم، فربط تحت بطن الماعزة كيسا من النقود الذهبية. لقد قرر أن يدفعهم ثمن غشهم غاليا. ولم يطل بحث جحا عن التجار الثلاثة في السوق، فقد لمحهم يلعبون الورق في ظل عربة حلواني، وكأنهم يتعمدون تجاهله. وفاجأهم جحا بعد التحية قائلا: إنها حقا لمعزات رائعة، إني لا أدري كيف أشكركم. لقد كنت أتوقع من معزتكم المؤصلة أن تدر لبنا دسما وفيرا، أما أن يكون الحلب نقودا ذهبية فهذا ما فاق كل توقعاتي. وبهت التجار لما سمعوا فصرخوا بصوت واحد: أتقول نقودا ذهبية؟ فأومأ جحا أن نعم، مستغربا أنهم لم يكتشفوا ذلك من قبل. وهنا تناول جحا طاسة من إزاره ووضعها تحت بطن الماعزة، وبحركة خفية صار يسقط النقود لترن واحدة إثر الأخرى من الكيس الذي كان قد هيأه. واعتلى اهتمام التجار بالأمر، وراحوا يتهامسون ويتبادلون الإشارات والكلمات الناقمة. ثم التفتوا إلى جحا وأعربوا عن رغبتهم في استرجاع الماعزة بسعر معقول. وبعد المساومة أخذا وردا قبل جحا بيعهم الماعزة بعشرة أضعاف السعر الذي تقاضوه منه أصلا، فانقدوه المبلغ على عجل. وعاد جحا مسرورا بنجاح خطته الحاذقة. وتوقع جحا ألا تكون هذه نهاية اتصالاته بالتجار الثلاثة، فراح وهو في طريقه إلى البيت يهيئ خطوته التالية معهم. وحال وصوله المنزل طلب من زوجته أن تعد له ولثلاثة من الأصدقاء وجبة شهية ممتازة، وأعطاها من المال ما يمكنها من إنجاز المهمة دون تأخير. وفي تلك الأثناء خرج جحا إلى مساحة البيت وراح يحفر بفأسه قرب المدخل حفرة كبيرة. وما إن أنهت زوجته الوجبة الدسمة
حتى رتبها جحا في أوعيتها داخل الحفرة وطمرها بعناية، ممهدا التراب فوقها بحيث لا يبدو للحفرة أثر. ثم أخذ جحا ينتظر ضيوفه أمام البيت متظاهرا بعزق مشاتل الزهر في الفناء الخارجي ونزع الأعشاب منها. ولم يطل انتظاره إذ رأى التجار الثلاثة يهرعون نحوه مسرعين، وكان الغضب والتعب باديين عليهم، فكان البدين المشورب يتوسط زميليه مستندا إليهم وهو يلهث كقاطرة بخارية قديمة. وفاجأ جحا الرجال الثلاثة بترحابه الزائد قائلا: أهلا بالأصدقاء، إنكم تعبون ولا شك، وتحتاجون إلى وجبة شهية منعشة قبل أن نبحث أي عمل. هلموا نستمتع بما يتيسر في هذا المكان الظليل. وطابت الفكرة للمخاتلين الثلاثة، فتبادلوا النظرات راضين بالوجبة المجانية قبل أن يحاسبوا جحا على الحيلة التي انطلت عليهم. أهلا بكم، قال جحا مكررا بينما تناول فأسه وراح يحفر قرب المدخل، ثم تابع حديثه بهدوء وكأنه يستجيب لنظراتهم المستغربة. يبدو أنكم على غير علم بقدرات فأسي السحري، كنت أظن الجميع يعرفون ذلك. واستمر جحا يحفر ويحكي عن إمكانيات فأسه العجيب وكيف إنه يتحف مالكه بوجبة فخمة في أي وقت من النهار، فما عليه إلا أن يختار بقعة ويحفر. ولشد ما كانت دهشة التجار الثلاثة وهم يشاهدون بأم العين استخراج جحا لأوعية الطبخ الحامية تفوح منها رائحة الفراخ المبهرة والأرز المفلفل والكباب الشهي والسلطة الطازجة. وهجم الرجال على الطعام كقطيع ذئاب على حمل، فالتهموا كل شيء حتى ورقات الخس الأخيرة دون أن ينبسوا بانتشافة. لكنهم من حين لآخر ظلوا يسترقون النظر إلى الفأس الذي أسنده جحا إلى الجدار بحرص على مقربة منه. واعتدل جحا في جلسته وهو يراقب ضيوفه السعداء بوجبتهم الشهية المجانية، ثم قال وكأنه يتابع حديثه السالف: حقا إنه لشيء رائع أن يحظى الإنسان بمثل هذا الفأس العجيب. ولم يخف التجار تشوقهم، فقالوا بصوت واحد: إنا راغبون في هذا الفأس وبودنا أن نبتاعه، فكم تريد ثمنا فيه؟ فاصطنع جحا تنهدة متناقلة وأردف: حسنا، قد أقبل التخلي عن هذا الفأس الجوادي إذا كان السعر مغريا. وكان تلهف التجار على الفأس من الشدة، بحيث إنهم تراضوا سريعا مع جحا على الصفقة وانصرفوا فرحين يدللون الفأس وكأنه وليد جديد. وفي اليوم التالي وردت أخبار إلى جحا أن التجار الثلاثة حفروا ما يكفي لطمر سفينة كبيرة عبر شوارع البلدة، معطلين حركة المرور إلى السوق طبعا دون أن يجود عليهم الفأس بشيء. ولم يضع جحا وقتا إعدادا لحيلة جديدة، فقد قصد السوق وعاد بزوج من الأرانب. وسلم جحا أحد الأرانب إلى زوجته طالبا منها أن تضعه في قفص في فناء الدار، ودس هو الأرنب الآخر في عبه وتوجه إلى زوجته قائلا: أنا ذاهب إلى الحفل لأداء بعض الأعمال، وأتوقع العودة مع ضيوفي اليوم أيضا، وأريد منك أن تعدي لنا وجبة ممتازة كما بالأمس. وقف جحا في وسط حقله يعزق الأرض بانتظار وصول التجار الثلاثة، ولم يطل انتظاره، فما هي إلا سويعات حتى رآهم في طرف الحقل أشد اهتياجا من المرة السابقة، وقد تغيرت رؤوسهم وتطينت ملابسهم جراء الحفر الذي واصلوه طوال الليل. واستقبلهم جحا مرحبا ومتجاهلا ما حدث، فناداهم عن بعد: أهلا بالأصدقاء، كيف أحوالكم؟ واندفع الرجال نحوه مزمجرين، والنحيل منهم يلوح بالفأس مهددا، لكن جحا ظل رابط الجأش وتابع مخاطبتهم قائلا:
منظركم رهيب منفر أيها الرفاق، هنالك سوء تفاهم بسيط على ما يبدو. تعالوا نبحث الأمر على غداء شهي كما بالأمس، وكل شيء سيسوى في حينه. كان التاجر النزق يريد قتل جحا على الفور، لكن فكرة الوجبة الشهية ونداء المعدات الجوعى كانا كافيين لترطيب الجو. فهدأ صاحبنا من هياجه وقال بلهجة تهديدية مخففة: حسنا، شرط ألا تأتينا بمزيد من أحاييلك هذه المرة. وأومأ جحا موافقا وهو يخرج الأرنب من عبه. وتمتم جحا بصوت مسموع: توفيرا للوقت، سأطلب من أرنبي هذا. التوجه بسرعة لإبلاغ زوجتي بدعوتكم كي يكون الغداء جاهزا عند وصولنا. ثم همس بكلمات غير مسموعة في أذن الأرنب قبل أن يطلقه، وانطلق الأرنب على التو كالسهم، فرحا بحريته عبر السهول والتلال. وتابع جحا تمتمته بصوت أعلى أمام استغراب التجار، قائلا وهو يعود بهم إلى البيت: إنها حقا الوسيلة الأسرع لبعث الرسائل. وكان هذا كافيا لاستشارة اهتمام التجار بالأرنب، رغم أن أمارات الغضب لما تفارق ملامحهم. وتزايد استغراب التجار حينما وصلوا منزل جحا، فوجدوا أن الزوجة قد أعدت لهم حقا وجبة أخرى شهية. وانقض الرجال الجائعون على الطعام، فما تركوا إلا أطباقا خاوية نظيفة. واسترح التجار فوق البسط يتلمذون استطبابا ورضا رغم مظاهر الإرهاق البادية عليهم. وحين دخلت زوجة جحا لرفع الأطباق بادرها مستفسرا: أين هو ذاك الأرنب يا عزيزتي؟ هل وضعته في القفص؟ فأومات أن نعم. وتابع جحا قائلا: أظن أن ضيوف الأفاضل يتوقون لرؤيته، سنتناول القهوة أولا ثم نقوم لنلقي نظرة عليه. وهنا تعاظم اهتمام التجار بذلك الأرنب الذكي الذي يستطيع إيصال الرسائل. إنه سيكون فائق المنفعة لهم، يرسلونه من السوق يوميا لإشعار زوجاتهم بموعد العودة لتناول العشاء، أو يبعثون به واحدهم الآخر لإنذاره باقتراب الزبائن الغاضبين فيتجنبهم، علما أن لديهم الكثير من هؤلاء الزبائن. وهكذا ما إن شاهد الرجال الأرنب المستكن في قفصه يقضم جزرات من حوله، حتى تقدم التاجر البدين من جحا دون تردد يسأله: ما هو الثمن المطلوب في هذا الأرنب؟ وتنهد جحا مصطنعا الجدية ليجيب: لا يخفاكم أنه من الصعب التخلي عن أرنب كهذا يتمتع بمواهب فائقة، لكني للأصحاب قد أفعل ذلك مقابل ثمن مغر. وبعد مشاورة فيما بينهم نقد التجار جحا ثمنا مغريا حقا، وأسرع البدين منهم إلى القفص ففتحه وتناول منه الأرنب بعناية بالغة. وخطر للنحيل من التجار أن هاتوا نجربه للتو، سأطلب منه إخبار زوجتي أن تعد عشاء لثلاثتنا اليوم. الساعة السادسة مساء فوافقه الآخران دون اعتراض. وهنا أمسك التاجر النحيل بالأرنب وهمس الرسالة في أذنه، ثم أطلقه باتجاه منزلي. وانطلق الأرنب في غمامة من الغبار ينهب الأرض نهبا، وما هي إلا لحظات حتى توارى عن أنظارهم عبر التلال البعيدة. وجد التجار الثلاثة في مسيرة العودة نحو منزل التاجر النحيل، فبلغوه في الوقت المحدد وقد أخذ منهم الجوع مأخذه. وسارع التاجر النحيل إلى المطبخ يتنسم أطايب ما أعدته زوجته. وأخذته الدهشة حينما لم يجد شيئا، ولم تكن دهشة زوجته لعودته باكرا على غير عادته بأقل من دهشته هو، فصاح بها مؤنبا: أين العشاء يا امرأة؟ فأجابته مستغربة: عشاء؟ أما كنت تنوي العشاء في السوق كعادتك؟ فرد الزوج غاضبا: تعليماتي يجب أن تنفذ، وتعليماني وصلتك لكي تعدي لنا العشاء هنا الساعة السادسة، يعني الآن. فأجابته الزوجة ساخرة: تعليماتك لابد أنك أبلغتنيها في منامك، إنك ما أبلغتني قط
مثل هذه التعليمات، ولم يزدد التاجر النحيل إلا حدة وهو يصر: التعليمات وصلتك لا تنكري، لقد أرسلناها بالتأكيد. وعلى صراخ الزوجين واحتد كلاهما في مجابهة الآخر حتى تجمع المارة في الشارع، وأطل الجيران من نوافذ بيوتهم المقابلة. وفي غرفة الجلوس كان رفيق التاجر ينتظرانه بفارغ الصبر، وبلغ مسامعهما ترداد الزوجة بسخرية أشد: تعليماتك، من هو الذي حملها إلي؟ خدمك أم الرياح؟ أم جني علي بابا يا ترى؟ والزوج يرد محتدا: ولا تجيبيني بهذه النغمة الساخرة، إنه الأرنب، ألم يبلغك الأرنب رسالتي؟ وكادت الزوجة أن يغشى عليها وهي تردد: رحماك يا رب، رحماك يا رب. لقد أيقنت أن زوجها قد أصيب بمس من الجنون. وبدأ التاجر النحيل يستعيد هدوءه وهو يكرر متلعثما: نعم، أرسلنا أرنبا ليبلغك. ولم يتوان جحا في تدبير أمره لمجابهة الموقف المستجد، فقد خاطب امرأته قائلا: أنا خارج لفترة، وأتوقع أن يحضر رفاقي الثلاثة عن قريب، أخبريهم أني غائب. واستفسرت الزوجة: وإن سألوني أين يجدونك فماذا أقول؟ فرد جحا وهو يغادر بوابة البيت: قولي لهم إني في السجن. لكن جحا لم يبتعد، فقد دار حول المنزل وجلس تحت نافذة المطبخ بانتظار التجار الثلاثة، وما كان عليه أن ينتظر طويلا. فرع التجار الثلاثة الباب بعنف وغضب، وإذ تعوقت زوجة جحا في الجواب اندفعوا عبره عنوة إلى داخل البيت. وسأل الرجال الزوجة بحدة: أين هو زوجك يا امرأة؟ فردت الزوجة قائلة: إنه في السجن. وافترت شفتا الرجل النحيل عن ابتسامة صفراوية وهو يقول: السجن كثير عليه وأكمل النزق، إنه مدين لنا بالكثير. وردت الزوجة قائلة: ولكن ليس في هذا المنزل من المال شأ. وهنا انبر البدين من التجار يقول وهو يتناول بكرجا نحاسيا: إذا نبدأ بهذا. بينما راح النزق يلف سجادة الأرضية، وبينما التجار الثلاثة يجردون البيت من كل ما هو ذو قيمة فيه، انفتح الباب ودخل جحا كالعائد ظاهرا من موقعه، فحي الرجال قائلا: أهلا بالرفاق، هل أساعدكم بشيء؟ وتطلع التجار نحوه مستغربين، فقال بدينهم: ولكن المفروض أنك في السجن. فرد جحا: أدري ذلك، لا تذكرني بمعاناة السجن، لحسن حظي أني أملك هذا المفتاح السحري، إنه لن يعجر عن فتح أي قفل في العالم، فقد كان علي أن أنتظر غفلة الحارس. وهنا أخرج جحا من جيبه مفتاحا كبيرا لم يكن سوى مفتاح بوابة بيته ذاته، وتابع جحا دعايته وهو يقلب المفتاح قائلا: إنه لمفتاح رائع حقا. فتدخل التاجر النزق قائلا: احدى بدعك مجددا يا جحا، لقد شبعنا منها. وانبر البدين متحديا: جربه أمامنا. ووافقه النحيل متابعا: نعم جربه إن كان حقا رائعا فجربه. وتلفت حوله فلم ير إلا بوابة الدار، فأكمل: جربه في هذا الباب. وسر جحا بذلك الاختيار، إذ كان من الطبيعي أن يفتح الباب بمفتاحه دون عناء. وتابع جحا بجدية مصطنعة لإضفاء جو من المصداقية على كلامه قائلا: لكن بصراحة إن فاعلية هذا المفتاح سباعية، يعني أنه لن يصلح إلا لخمس مرات بعد. وتبادل التجار الثلاثة النظرات، بادر النزق منهم جحا بالقول: إذا أنت هارب للتو من السجن، ماذا لو اتصلنا بصديقنا رئيس الشرطة وأعلمناه بمكان وجودك؟ وتابع النحيل قائلا: أو إنك تريدنا أن نسكت عنك؟ وتدخل ثالثهم البدين شارحا: ولكن سكوتنا له ثمن. وتطلع جحا إليهم واحدا بعد الآخر متصنعا التوكل والاستعطاف، وهو يقول: أي شيء إلا السجن أعطيكم ما تريدون، ولا تشوا بي إلى رئيس الشرطة.
المفتاح. قال التاجر: النزق تعطينا المفتاح ونحفظ سرك عن الجميع. فما كان من جحا إلا أن ناولهم المفتاح بتردد ظاهر وسرور خفي. وغادر التجار الثلاثة فرحين بالمفتاح العجيب كإنجاز حققوه في أمسيتهم تلك. كان اليوم التالي يوم أربعاء، فقال جحا لزوجته: واليوم أذهب إلى السوق وأشتري لنا ماعزة حلوبا حقا هذه المرة، وفي طريق العودة سأمر على الحداد لأشتري قفلا جديدا لهذه البوابة. وانطلق جحا باكرا مشيعا بدعوات التوفيق من زوجته. ودار جحا في مسارب السوق الضيقة نحو مرابط المعز، حيث اشترى ماعزته الأولى. وعلى مقربة من المكان شاهد جمهورا حاشدا من الناس يزعقون ويتدافعون. وقف جحا في مؤخرة المحتشدين يتحرى ما يجري، فما رأى شيئا. وحين استفسر ممن حوله أجابه أحدهم: إن رئيس الشرطة ورجاله قد اعتقلوا بعض التجار. وأضاف آخر: كان ينبغي أن يسجنوهم منذ زمن بعيد، لقد دأبوا على الغش والاحتيال دون وازع، فكأنهم لا يكنون للقوانين احتراما ولا حرمة. وفي تلك اللحظة أخذ الناس يفسحون جانبا لمرور رئيس الشرطة وسجنائه. ولم يكتم جحا فرحته وعدم استغرابه، إذ لم يكن المعتقلون سوى التجار الثلاثة إياهم. وفي أثناء مرورهم لحظ النزق منهم جحا فتبسم له وراح يدق على جيبه بإحدى يديه، وكأنه يقول: السجن لن يطول ما دام المفتاح في حوزتي. اشترى جحا ماعزة تسر الناظرين، واستضاف بعض الأصدقاء لشرب القهوة في مقهى السوق احتفالا بذلك. وفي طريقه إلى الحداد لشراء القفل الجديد مر بالسجن، فرأى المخاتلين الثلاثة مستندين بقهر وحزن إلى قضبان شباك في الطائق العلوي منه، وفي يد النزق منهم مفتاح القفل القديم لمنزله. فتبسم جحا راضيا وانزوى بسرعة في زقاق جانبي قبل أن يراه أحد منهم. وهكذا استقرت حياة جحا الجديدة مع زوجته بعيدا عن الولاة والسلاطين.